الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب الرؤيا وما يتعلق بها، قال: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. هذه الأحاديث فيها توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى في منامه، إما أن يرى في منامه ما يحب، وإما أن يرى في منامه ما يكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمة إلى ما تفعل عندما ترى في منامها من رؤية حسنة أو من حلم يكرهه. فإذا رأى شيئا حسنا فأولا يحمد الله سبحانه وتعالى على ما رأى. وفي هذا الحديث مشروعية الحمد لمن رأى رؤيا حسنة. فإذا رأى رؤيا حسنة فيحمد الله سبحانه وتعالى عليها، ثم بعد ذلك يخبر بها من يحب، يخبر بها من يحب. وهذه الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخبر فيها من يحب تفسر قوله صلى الله عليه وسلم: وليحدث بها. فيحدث بها من يحب، ولا يحدث بها الناس أجمعين، وذلك لأن من يحبك لا يحسدك. ولذلك نهى يعقوب عليه الصلاة والسلام يوسف عليه الصلاة والسلام أن يحدث بالرؤيا التي رآها حتى لا يحسد عليها، حتى لا يحسد عليها. وقد يحسدك من هو أقرب الناس إليك، كما حسد يوسف إخوته، هم الذين حسدوه على ما عليه من نعمة وفضل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: وليحدث بها من يحب. ومن هذا نتبين أن ما يفعله الناس على وسائل الإعلام من التحديث بالرؤيا سواء كانت حسنة أو غير حسنة أنه مخالف للشرع. فإن كانت حسنة فإنه لا يحدث بها الناس أجمعين، والذي يخرج على وسائل الإعلام يحدث بها الناس كلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليخبر بها أو ليحدث بها من يحب. وإن كانت رؤيا مكروهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى ما تفعل، فإنك أولاً تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ثلاثاً، وتنفث عن يسارك ثلاثاً، وتتحول عن الجنب الذي أنت عليه. وإن لم يذهب عنك ما في هذه الرؤيا فإنك تقوم وتتوضأ وتصلي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخبر بها أحداً فإنها لا تضرك. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا لا تضر، لا تحدث بها، افعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله عز وجل لا تضرك هذه الرؤيا. ومن هنا نعلم خطأ كثير من الناس الذين يسعون جاهدين إلى تعبير الرؤى، خاصة الرؤى المكروهة، وخاصة هذا من النساء، فتجدهم يتعلقون بالرؤى تعلقا كبيرا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى ما تفعل عندما ترى الرؤيا المكروهة، بأن تفعل هذه الأمور وبعد ذلك لا تضره الرؤيا. لأن الرؤيا إذا عبرت وقعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا على
على رجل طائر فإذا عبرت وقعت. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا عبرت وقعت أنها إذا عبرت على الوجه المشروع، لأن البعض يقول أنها إذا عبرت على أي تعبير وقعت. قد ذكر ابن قتيبة رحمه الله أن هذا التفسير غير صحيح، وإنما المراد بالتعبير الذي يقع في الرؤية المكروهة أنها إذا عبرت على ما جاء في الشرع، يعني عبرت على الحقيقة. أما أنها تعبر من أي أحد ثم تقع، هذا تفسير غير صحيح لهذا الحديث، لأنه لا فائدة من معرفة علم الرؤى أيضا، ولا فائدة من كون يعني الرجل عالم بتعبير الرؤى، يعبرها أي واحد ثم تقع. وليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أنها إذا عبرت على ما هي عليه وقعت. ولذلك حتى لا تقع عليك الرؤية المكروهة لا تسعى إلى تفسيرها ولا تسعى إلى تعبيرها، بل عليك أن تنفث عن يسارك ثلاثا، وتستعيذ من الشيطان ثلاثا، وتتحول على الجنب الذي أنت عليه، وإن لم يذهب عنك تقوم وتتوضأ وتصلي، فإنها لا تضرك هذه الرؤية. قال وعن أبي الأصقع وائلة بن الأصقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، رواه البخاري. هذا آخر حديث ذكره المصنف في هذا الباب، وهو حديث عظيم. قال إن من أعظم الفراء، يعني أعظم الكذب، هذه الثلاثة من أعظم الكذب، فهي من أعظم الذنوب، أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، يعني ينتسب إلى غير أبيه، ينتسب إلى زيد أو عبيد وهو ابن محمد مثلا، وهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب العظيمة. وقد جاء في الحديث الصحيح من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم فهو كفر، وهو من الكفر الأصغر، ولكن يكفي زاجرا ووعيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله كفرا. وذلك المرء لا ينسب نفسه إلى غير أبيه، فلأن يبقى لا يعرف نسبه خير له من أن ينتسب إلى غير أبيه، لأنه كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة. ثم قال أو يري عينه ما لم ترى، يعني في المنام يقول رأيت كذا كذا وكذا في المنام وهو لم يرى، يكذب، فهذا من أعظم الفراء ومن أعظم الكذب ومن أعظم الذنوب. وإذلك جاء الوعيد على من يعني كذب في الرؤيا أنه يوم القيامة يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد، تعجيزا له يوم القيامة، أن يكلف بأن يعقد بين شعيرتين، ما حد يستطيع يعقد الشعيرتين، يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد، تعجيزا له وتعذيبا له يوم القيامة. والثالث قال أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، قد قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم في آخر هذا الباب تكلمنا في أوله عن مسألة المعبرين الذين يعني يفصلون في مسألة التعبير، فتجد يذكر دقائق الأمور، وهذا كما ذكرنا أنه ليس من التعبير في شيء، وإن هذا يكون بالاستعانة في الغالب بالجن، ويكون شعوذة وسحر ونحو هذا، وهذا هو الذي ينتشر اليوم عند معبري الرؤى الذين يعني ينتشرون بين الناس، تجد معهم يعني رؤي من الجن يعينهم على مثل هذه الأمور، فتجده يأتي بدقائق الأمور التي ليس لها علاقة أبدا بالرؤى، كما ذكرنا أن أصول الرؤى مذكورة في القرآن وفي السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف أول الرؤى، يعني وأيضا يوسف عليه الصلاة والسلام كيف أول الرؤيا التي جاءته، وهكذا الرؤى الأصل فيها الرموز وتعبر، أما أن يؤتى بدقائق الأمور وتفاصيلها فإن هذا في الغالب أنه استعانة بالشياطين. فنأتي إلى مسألة الاستعانة بالشياطين والاستعانة بالجن. الاستعانة بالجن لا تجوز مطلقا، سواء كانت الاستعانة بجن مسلم أو بجن كافر. ثم أولا يقال إنك لا تعلم هل هذا الجن كافر أو مسلم، هذا في أصل المسألة، ما تستطيع أن تقول أن هذا الجن مسلم أو أن هذا كافر. نعم الله سبحانه وتعالى قال عن الجن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، يعني فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم المسلم وفيهم الكافر،
فيهم السني وفيهم البدعي، لكن أنت كيف تحكم أن هذا مسلم وهذا كافر، هذا سني وهذا بدعي؟ الجن عالم غيبي، والأصل في الجن الكذب، الأصل في الجن الكذب. فلذلك قد يقول لك أنا مسلم وهو كافر، قد يقول أنا سني وهو بدعي. فلذلك الأصل من أصل الأمر أنك لا تعلم هل هو مسلم أو كافر، ما تستطيع. حتى لو جاءك أمرك بالصلاة والصيام والصدقة وبر الوالدين، قد يريد من هذا الشيء أن يصل إلى شيء آخر يستدرجك حتى يصل إلى مطلوبه، بأن تطلب منه الأشياء وأن تستعين به فتقع في الشرك الأكبر والمخرج عن الملة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو كان مسلما حقيقة هل يستعان به؟ الجواب أنه لا يستعان به لو كان مسلما، لأنه عالم غيبي، والاستعانة بالمغيبات من الشرك بالله عز وجل، هذا هو الحق الذي لا مرية فيه. فلو جوزنا الاستعانة بالجن المسلم لأبطلنا باب الشرك، لجاز الاستعانة بالملائكة وغيرهم من المغيبات بحجة أنهم حاضرين. فإذن الأصل الاستعانة بالجن سواء كانوا مسلمين أو كانوا كافرين، فإن هذا لا يجوزه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الآخر، أن الاستعانة بهم ولو كان في، يعني لو كان هذا الأمر، لو كان هذا الجن مسلما، أن الاستعانة بهم لو بعملهم هم من دون أن تطلب منهم، هذا يقال وسيلة إلى الشرك. يعني قد يأتيك الجن مثلا ويخبرك بشيء من المفقودات، يخبرك بشيء من الأمور، أنت الآن لم تعمل شيئا، لم تطلب منه، لكن في مثل هذه المسألة بالذات لا تفتح الباب على نفسك، استعذ بالله من الشيطان واتركه، حتى وإن كان صادقا وإن كان يريد الخير، أنت لا تعلم هو يريد الخير ولا يريد الشر. ثم هي وسيلة إلى أن تطلب منه، لأن المسألة تدرجية، فبعد ذلك تطلب منه تسأله. وقد مر علينا واقعا ومر علينا واقع مثل هذا، وقد سئلنا عن هذا مرات، وأيضا اكتشفنا أن أناسا واقعون في هذا وهم لا يعلمون أنه من الشرك الأكبر، وهذا عندنا ترى ما هو بعيد. أنا أتكلم شخصيا، جلست مع إنسان يتعامل مع الجن بهذه الطريقة، يقول هم مسلمون متعاونون يعينون على البر، ثم هو يسألهم عن المفقودات، يسألهم عن أماكن السحر، يسألهم عن من أعان فلانا، يسألهم من ضر فلانا. قلت هذا هو الشرك الذي لا يغفر، الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به. عندما تسأل الجن عن المغيبات وعن المفقودات وتسأله عن علم الغيب، فإن هذا هو الشرك، هذا هو الشرك، أصل الشرك بالله هذا هو. وهذا نوع استمتاع بالجن. قال الله سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذا نوع استمتاع، الاستمتاع يستمتع الإنسي بالجني والجني بالإنسي، وهذا الاستمتاع بين الجنسين لا يجوز. والاستمتاع ليس معناه كما يفهم الناس استمتاع جنسي ونحوه، الاستمتاع بأي خدمة، خدمة إنسية لجني وخدمة جنية لإنسي، كلها استمتاع، وكلهم متوعدون بالنار كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فلذلك هذه مسألة عظيمة تساهل فيها اليوم كثير من الرقاة وكثير من معبري الرؤى، فيقعون في الشرك بالله وهم يشعرون أو لا يشعرون. نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.